الاعتزاز أن تحتضن مؤسسة السجن الفلاحي بزيو الدورة الثانية من المسابقات الدينية الرمضانية لسنة 1432 هجرية الموافق ل 2017 ميلادي، والتي تتزامن وذكرى وفاة رمز الأمة والكفاح جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله تعالى. يطيب لنا في البداية أن نعرف عن خالص تقديرنا لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي المحلي بالنظر، وأخص بالذكر كل من السيد أحمد بالحاج والسيد ميمون بريسول ولكافة أعضاء المجلس على جهودهم الدؤوبة في سبيل تنمية الوعي لدى النزيل والحرص على نجاح هذه التظاهرات الدينية والثقافية، وذلك على جميع صعيد التراب الوطني. جدير بالذكر أن هذه المسابقات الدينية تندرج ضمن برنامج الأنشطة السنوية المصدرة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تهدف أساساً إلى تهيئة وتقنين لإعادة الإدماج والانخراط في المحيط السوسيو اقتصادي بعد قضاء فترة العقوبة، على محاور التعليم والتكوين المهني والأنشطة الثقافية والرياضية والدينية والتواصل مع العالم الخارجي. كما أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أطلقت السنة الماضية جيل جديد من المشاريع التأهيلية في إطار برنامج كفايات، والذي يتضمن مجموعة من البرامج المستجدة في مجال تأهيل السجناء للإدماج، ومنها الجامعة الصيفية والملتقى الوطني الإبداعي للتأهيل وبرنامج المسابقات الوطنية لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية وأنسنة وتخليق فضاء السجن. في نفس السياق تواصل المندوبية التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجالس العلمية لتكثيف أنشطة الوعظ والإرشاد في المؤسسات السجنية، والتي بلغت خلال سنة 2016 4498 نشاطاً، وكذا تقدير 9824 مستفيدة من برنامج حفظ القرآن الكريم، كما تحرص على تهيئة أماكن خاصة بالصلاة بالمؤسسات السجنية لضمان أداء السجناء لهذه الفريضة في ظروف ملائمة. مرة أخرى مرحباً بالحضور، أتمنى لكم مقام جميل معنا، السلام عليكم. عظيم، يخلده المغاربة كل سنة كلما حل هذا اليوم من رمضان، وهو العاشر من شهر رمضان. من كل سنة يخلد المغاربة ذكرى رحيل فقيد العروبة والإسلام وأبي الحركة الوطنية ورمز تحرير ببلدنا، ألا وهو جلالة الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله وطره. في مثل هذا اليوم من العاشر من رمضان من عام 1308 هجرية الموافق للسادس والعشرين من فبراير من عام 1961، رحل إلى دار البقاء جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثره، وقد خلف وراءه ثروة رمزية من الكفاح والنضال من أجل رفع الظلم والقهر عن أبناء هذا البلد. قد ضحى جلالته، ضحى بعرشه وضحى بنفسه وبأمنه واستقراره من أجل ضمان حريتي وكرامتي وأمن هذا البلد وأبنائه، فضرب بذلك أروع الأمثلة، حيث نستحضر جميعا أنه نفي، اختار أن ينفى إلى كرسيكا ثم إلى مدغشقر على أن يتنازل عن العرش. وقد حاول المحتل الفرنسي آنذاك في فترة الاستعمار بالمغرب، حاول أن يقنع جلالة الملك الراحل محمد الخامس، حاول أن يقنعه بأن يتنازل أو أن يوقع عن بعض الظهائر، لكنه رفض أن يستسلم أو يتنازل عن كرامة هذه الأمة وعن كرامة هذا الشعب، حتى لا يبقى المغرب بلداً تابعاً إلى الأبد لقوى استعمارية خارجية. وبالتالي اختار أن ينفى، وكان رفيقه في هذه الرحلة العصيبة هو ولي العهد آنذاك جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، وكان مستشاره في المفاوضات مع قوى مع المفاوضين الاستعماريين آنذاك. قلت خلف جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، خلف ثروة رمزية للمغاربة يستمرون على دربها من أجل بناء هذا الوطن. ونستحضر كلمته الشهيرة لما رجع وقال: رجعنا من الجهاد الأكبر أو من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو جهاد البناء، بناء الوطن. وعمل جلالته في الفترة الوجيزة التي أعقبت الاستقلال إلى وفاته رحمه الله، شرع في مشاريع تنموية رائدة من أجل الرقي بهذا البلد، من أجل تحديث مختلف القطاعات
ببلدنا. وبهذه المناسبة نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلحقه ويلحق جلالة الملك الحسن الثاني بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وخلف لنا حفيدا يستمر على نفس الطريق ويسعى في بناء مغرب الأمن والاستقرار والازدهار، ألا هو جلالة الملك الأمير المؤمنين محمد السادس. نسأل الله تعالى أن يبارك في عمره، وأن يحفظه في حله وترحاله، وأن يوفقه لما يصبو إليه شعبه من كرامة وأمن واستقرار وازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.